مسلسل حب الأربعين ما ندمتي عليه فرح؟ لا كان كان بداياتي كنت قاعد أصور للحب كلمة مع هيا عبد السلام. هيون عبد السلام أوجه لها تحية حبيبتي، وكنت قاعد أصور مع أستاذ مناف عبدال حب الأربعين، فكان هذه أول تجربتين بوقت واحد لي. أوكي، واحد في الكويت وثاني واحد بدبي وواحد في الكويت، بس كان بأوقات مختلفة يعني هذا بشهر وهذا بشهر. فبالعكس هني أنا كنت بداياتي وكنت لازم إني أجرب. أوكي. وبالعكس ليش أندم؟ العمل خده صيته، العمل كان ممكن يطلع أحسن من كذي، ممكن يطلع أحسن ما أدري، أنا ترى مو حاضرني، أنا وايد إنسانة نساية، بس بوقتها بالعكس خده صيته. أنا ترى كانوا يوقفوني أمهات كبار. أوكي. كانوا يقولوا لي عن العمل في أشياء ما أدري شنو، وفي أكثر من 50 مشهد ما تصوروا فيه. مو حاضرني شنو كانت المشاكل اللي إحنا واجهناها، بس أنا متأكدة أنا كان في مشاكل أذكر. بس كان تجربة لي بالنهاية، أنا